وللتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية سيد هادي جلو مرعي. أهلا بكم سيد هادي. بداية في إطار الانتهاكات الحقوقية، كيف ترى تعاطي القوات الحكومية مع المتظاهرين في المثنى وكذلك الحكم القضائي الذي صدر بحق أحد الناشطين بالمحافظة؟ مساء الخير. شكرا لكم. حياكم. أكيد أنا كمواطن عراقي قبل أن أكون مراقبا ومدافعا عن الحريات الصحفية وحق المواطنين في التعبير، أشعر بالخزي والعار لمثل هذا الحكم. وقبل ذلك بين قوسين أقول أن القضاء العراقي محترم ومقدر، ولا نتحدث عن القضاء ولا ندخل في إشكالات مع القضاء. نحن نتحدث عن الأسباب التي أوصلت باسم خزع الخشان إلى المحكمة وسوقه مغفورا إليها، وبالتالي يصبح حكم قضائي باعتبار أن القضاء يتعامل مع الأرقام والمعطيات والأدلة والوثائق ولا يتعامل مع العواطف أو مع المواقف السياسية. لكن إذا كان كل عراقي ينتقد على الفيسبوك فسادا منتشرا أو جريمة أو سلوكا سياسيا، فأعتقد أن علينا أن نضع جميع العراقيين في السجون وأن نبقي فقط أعضاء مجلس النواب العراقي وأصحاب المناصب العليا في الدولة، والا فالعراق. الا يعكس هذا انه قضاء مسيس عندما يخرج النائب ويخرج السياسي بكفاله او يغادر البلد وهو بكامل سلطته وصلاحياته وامواله، ونرى الناشط السياسي يوضع في المعتقل لاسباب منها التعبير عن الراي، الا يعتبر انه قضاء مسيس؟ استاذ العزيز، يعني انت تعلم اننا في بلدان الشرق الاوسط لا نستطيع ان ننتقد القضاء عموما، لان هنالك اشكاليه في هذا الموضوع باعتبار انه سلطه القضاء سلطه عليا، ولديك تجربه في مصر، في دول الخليج، في العراق، في بعض البلدان العربيه الاخرى، عندما يتم الانتقاد القضاء قد تكون هنالك اشكاليه، خاصه اذا كانت هنالك عناوين تقوم بهذا الامر وربما تخضع لمحاكمه او سجون. ولذلك انا دائما اقول وابرئ نفسي انني لا انتقد القضاء ولا اتحدث عن القضاء، انا اتحدث عن الذين أوصلوا هذا الشخص إلى القضاء، لأن القاضي كما قلت لك يستطيع أن يدافع عن نفسه ويقول أنا أتعامل مع المعطيات والأرقام. طيب. ولكن دعنا في الإشكالية الأساسية الأولى، وهي لماذا سيق السيد باسم خزع الخشان إلى المحكمة؟ لماذا سجن؟ يعني وهيئة النزاهة التي أحترمها وأقدرها وأقدر السيد رئيس هيئة النزاهة، ولكن أقول أنه هيئة النزاهة أمامها لديها آلاف الملفات في قضايا فساد مريعة وفظيعة في العراق، وإذا كانت هيئة النزاهة منزعجة لأن السيد خشان نشر تغريدة على الفيسبوك انتقد فيها الإجراءات المتباطئة والبطيئة التي تتبع في سبيل معالجة مثل هذه القضايا، فأعتقد أنه هذه طامة كبرى. وإذا كان مجلس محافظة المثنى الذي عليه رعاية المواطنين وتوفير الماء والكهرباء والخدمات والعمل يقوم برفع دعوة قضائية تؤدي إلى سجن باسم 6 سنوات تضاف إليها 3 سنوات من هيئة النزاعة، فهذه طامة كبرى ثانية. يعني 6 سنوات لأنني نشرت تغريد على الفيسبوك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب أنتقل مع حضرتك، هو بنفس الموضوع ولكن إلى نقطة أخرى. الشيخ عشائر البركات حذر القوات الحكومية من بمحافظة المثنى طبعا من تكرار ممارساتها القمعية. إلى أي مدى يمكن أن تتطور الأمور في المحافظة؟ هناك مظاهرات، هناك غضب، هناك أهالي يطالبون بخروج ابنهم من المعتقل. نعم، أعطيك التصور القانوني للموضوع سيدي الكريم. أولا، المحكمة حكمت على باسم لمدة 6 سنوات يوم الثلاثاء الماضي 6 فبراير الجاري، والحكم سيكون باتا بعد مضي شهر، وهي المدة التي تتاح للطعن بالحكم القضائي من خلال محكمة التمييز. فإذا لم يتم تمييز الحكم خلال هذه المدة فنحن بحاجة إلى عفو خاص يصدر من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي. هذه الإجراءات القانونية التي الآن نحن بصددها. ولكن في موضوع التظاهرات الشعبية التي تطالب بإطلاق سراح باسم، أعتقد أنها حق طبيعي ولا لبس. لماذا تقمع إذن إن كانت حقا طبيعيا؟ طبعا هو هذا الانتهاك سيدي الفاضل الذي يسجن شخص على تغريده على الفيسبوك ل6 سنوات، يعني الا يقوم بضرب متظاهر في الشارع؟ يا ايهما اسهل بنظرك ان تحكم على انسان
كتنيه يوسف 6 سنوات في السجن، لا ادري يوسف ربما سجن 11 سنه، ان تحكم عليه بالسجن 6 سنوات 4 سنوات، نعم احد الاخوه يقول 10 سنوات او 14 سنه، ولذلك انا اقول انك عندما تضرب متظاهر في الشارع اعتقد انه ذلك اهون عليك من ان تسجن انسان لمده 6 سنوات، فلا فرق بين يعني فرق كبير عفوا بين. شكرا جزيلا سيد هادي، أشكرك شكرا جزيلا. هادي جلو مرعي من المرصد العراقي للحريات الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.